السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مع تحياتي جميع متابعي القناه عائد الى الغربه. دونك اليوم غادي نتكلموا على الكونترا، اولا غادي نتكلموا على واحد العقود ديال العمل عاد خرجوا في هذه البدايه ديال السنه الجديده. بالضبط غادي نتكلم هذه المره هذه على واحد عقد العمل سميتو جونوبير، اولا عقود العمل ديال المربيات. نقدر نقول لكم هذا العقد تقريبا فيه نسبه كبيره ديال النساء على الرجال، ولكن المهم كل شيء يقدر يجرب وما كتعرفش شنو تقدر تجيب الوقت. الوغ في هذا الفيديو غنخلي لكم في علبه ديال الوصف، غنخلي لكم باش نجيكم من الاخر ما نطولش عليكم الفيديو، غنخلي لكم الموقع فين غادي تسجلوا، يعني باش تحطوا يعني الكونديداتور ديالكم تشاركوا ولا تجربوا حدكم. ثم نحط لكم ايضا شنو الوثائق اللي خاصكم. بون غنشرح شويه شنو هاد الكونترا. غادي انا فقط بغيت نعطيكم الجديد، من انا المهم عندي هو انكم نتوما تجربوا على تسجلوا والشي الاخر كيجيب شويه بشويه. دونك بالنسبه للكونترا نورمالمون ملي كندفعها كتاخذ شويه ديال الوقت، ماشي بحال الكونترا ديال الفلاحه. تقريبا هذه كتكون يعني كونترا فلاحيه كتكون مع بين المشغل والوفي ولا بريفيكتور فرنسا ثم انت. هذه نون، هذه كتكون ما بينك وبين المشغل ولا بليس كونتاكت، يعني ما كاينش لوفي ما كاينش بريفيكتور، سا سي بيان. دونك يعني كتكون شيء مخفيفه على عقود العمل كلهم الاخرين. هذه هو لافونتاج اللي فيها اللي كنشوفه انا شويه زوين. فرشمون فيها بزاف ديال يعني فيها بزاف ديال الناس كيتقبلوا، وفيها امل بزاف على عقود ديال العمل ديال الفلاحه مثلا. يعني هذه كنشوفها بزاف ديال الناس كنعرفهم كيتقبلوا، ولا خصوصا البنات كيتقبلوا كيجيو هنا يخدموا مثلا مربيات، ومن طون كتقرا ولا كدير شي حاجه مهم مع هذيك لاكتيفيتي اللي كدير نورمالمون. الوغ شنو نقدروا نقولوا اللي هو مهم فيما يخص هذا الكونترا، ولا شنو نقدروا النصائح اللي نقولوا؟ المهم الدوسي ديالنا كيكون سهل، ربما تروحوا في الدوسي ديالكم اللي ما فهم. انا خليتكم يعني خليتكم لوسيد، غير دخلوا وتسجلوا ما فهمتي شي حاجه، خلي لي في انستغرام قول لي اخويا ما فهمت هذه، ما تمشى انت شي واحد يبقى عادي يقول لك خلصني ولا ما تخلصنيش. غير هو الا ما فهمتيش شي حاجه انا مزوق فيك سولني، ماشي شي حاجه كتكون بسيطه وكنتسائلوا عليها. زعما راك الا حلتي شي حاجه صيفط لي في انستغرام. يعني زربوا تسجلوا دغيا، حتى عاد خرجت الكونترا زربوا تسجلوا. شنو اخر بغيت نقول لكم على ثاني؟ نورمالمون كاين واحد الفورمولير، واحد السيرفه يعني سهله تعمرها، سهله وحده سيرتو هاد السيرفه هادي تعمروها مزيان. عمر انا شفت الدوسي كيفاش داير، المهم عمروها مزيان هاد السيرفه هادي والشيء الاخر مهم راه عادي، ماشي شي حاجه كومبليك تري تري كومبليكي. الوغ هنا في هاد الكونترا كيطلبوا لي زعما كاينه شواهد حبذا لو كان عندي، ولا سيميو يكون عندي مثلا شواهد دراسيه شويه عاليه مثلا الباك فوق الباك، ولا ما كانش عندي ماشي مشكل غادي نجرب حدي، ما كاين حتى شي مشكل، ما عندي من خاف. هاد الفيزا هادي حتى انا عندي فيها الحق، واخا ما عنديش مثلا الباك اولا ما عنديش كاتريام اولا ما عنديش ديبلوم، عندي الحق حتى انا نشارك وندير سكريبسيون ولا ندير تسجيل ونجرب حظي. يعني ما غاديش نقول سي بون ما نجربش، لا حتى هادي اللي كنتي اختي جربي، ولا حتى انت اخويا ممكن تجرب علاش لا. دونك ما كاين حتى شي مشكل. نصيحتي اللي نقدر نقول لكم دونك فيما يخص هاد الكونترا، وانكم حاولوا ملي غديروا سكريبسيون يعني ربما يتواصل معكم شي مشغل او لا يرد عليكم يجاوبكم، حاولوا تواصلوا معاه، حاولوا تكلموا معاه، حاولوا تهضروا معاه، حاولوا ديروا واحد كري واحد غولاسيون اونتر او ولا اونتر فو، باش نورمالمون ربما يتسائلوا ربما يسولوهم في التيليت كونتاكت، ربما يتكونتاكت معاهم شي واحد يقول لهم كيفاش جاكم داك فلان او ديك فلانه، كيفاش الامور غادا، واش تما كاينه مرتاحين. المهم ديروا كريو هذاك لو ليان يعني اونتر فو، تعرفوا مزيان. دونك هذه تقدر ايضا تنفعكم. ايضا بغيت نعطي واحد النقطه واحده اخرى في الدوسي ديالكم، نورمالمون هذه ما غاديش تكون في الدوسي يعني ما كاينش في الوثائق. حاولوا تشوفوا مع داك المشغل ولا داك العائله اللي غادي تستضيفكم انكم تجيو تعاونوهم في الدار كعقد عمل، و ميم طون غادي تقرا ولا دير شي حاجه شي فورماسيون او لحقاش هاد الكونترا كتلزم على داك المشغل انهم ما يجيش فقط غير تخدم عنده في الدار، بل كتلزم عليه انك انت دير شي فورماسيون او لا تكمل الدراسه. وهذا هو لافونتاج، وهاد الكونترا هادشي باش عجبتني وقلبت غير على لو سيت وبغيتكم دغيا تدخلوا ديروا التسجيل، جربوا حدكم. دونك بغيت نقول لكم النقطه اللي ما كايناش يعني ما كايناش في الاوراق ولا في لو سيت، هو انك
احسن نورمالمون المشتغل راه عارف هذا الشيء. الناس اللي كيقلبوا لها على هاد جونو بير راه عارفين هذا الشيء مزيان، عارفين انه غادي يجي عندي شي واحد خصو يقرا خصو يدير شي حاجه. دونك حاول تفهم مع انه يدير كانسكريبسيون شي ايكول بريفي ولا بوبليك ولا جو سي با يقادها لك وحطها في الدوسي ديالكم، يعني ديجا دير انسكريبسيون وتحطها في يعني في الملف ديال الفيزا، راه سي بيان سا وغتساعدني بزاف والفيزا ديالي غادي تتقبل غير ان شاء الله. اذا دونك انا بغيت نقصر الفيديو، ما بغيتش نطول عليكم نهضر بزاف. تسجلوا دغيا كلشي عندكم قدامكم، في حال ما فهمتوش شي حاجه قولوها ليا، يعني دابا كلشي قدامكم غير توكلوا على الله وما يكون غير الخير. دونك اي سؤال تقدروا تخلوه في التعليق، اي مهم اي اشكاليه نقدروا نناقشوها في التعليق انا ولكن بعض الشباب كيجاوبوكم. راه كنشكركم بزاف على الشيء حنا كيجاوبوا بلاصتي، كنشكركم بزاف خصوصا يوسف تحياتي ليك. دونك شنو نقول لكم، ميعادنا الفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.